معانا النهارده الحاجة نفيسة من السودان، عندها مشكلة في الكتف، مفصل الكتف ومفصل الركبة، وهنسمع شكوتها. حاجة نفيسة، نعم، كتفك، أيوة، بتقدري ترفعيه لغاية فين؟ احنا بنوصل كده، ما بنقدرش اكتر من كده. ايوه ما كان بقدر اكتر. والركبة، والركبة كمان بيوجعني. السلام عليكم، والنهارده مع الحاجه نفيسه زي ما وعدناكم. ازيك يا حاجه؟ الله يسلمك يا دكتور. الله يسلمك. الله يخليك. ممكن تورينا بترفعي ايديكي لفين دلوقتي بعد العلاج دلوقتي؟ ورينا كده بنرفع لغايه فين؟ كده؟ ما شاء الله، ما شاء الله. ايوه الحمد لله. طيب وركبتك الشمال اخبارها ايه؟ برضه كويسه الحمد لله. كويسه؟ ايوه. بقينا بنقدر نمشي دلوقتي عليها؟ ايوه الحمد لله. الحمد لله. انت عايزه تعملي الثانيه؟ ايوه ان شاء الله هنجيب. ان شاء الله، ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ممكن نقف؟ ايوه ان شاء الله. ممكن نقف؟ ألف سلام عليك. الله يسلمك. ونرفع ايدينا لفوق. برافو، برافو عليك. ايوه ايوه ايدك شفا. طيب نقدر نتمشى كده؟ ايوه همشي ان شاء الله. ده بس تجيب شويه. كويس، خلاص خلاص يا حاج. الفترة الأخيرة بنسمع عن مصطلحات زي التدخلات المحدودة في علاج آلام أو مشاكل العمود الفقري. طبعا كلمة الانزلاق الغضروفي دي كلمة منتشرة في كل البيوت، وكل الناس أول ما بتسمع كلمة انزلاق غضروفي بتتخض وبتقول عملية جراحية ونعمل إيه. بس الفترة الأخيرة في مصطلحات زي ما قلت، زي التدخلات المحدودة والتردد الحراري وحاجات كتيرة أوي الناس بتسمعها مش بتبقى فاهماها. دي هل تغني عن العملية ولا لازم أروح أمشي في التراك بتاع العمليات؟ النهاردة هنفهم إيه موضوع التدخلات المحدودة، هل يغني عن العمليات فعلا، هل هو أأمن من العمليات؟ هنعرف كل ده مع ضيفي اللي منورني في هبك لينك لأول مرة، دكتور أشرف خليل، استشاري علاج العمود الفقري والمفاصل بالتدخلات المحدودة، ماجستير علاج الآلام المزمنة، دكتوراه علاج الآلام المزمنة، الدبلومة الأوروبية لسونار العضلات والمفاصل، زمالة علاج الآلام المزمنة. دكتور مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا دكتور، نورتني. الله يخليك، ربنا يخليك. كلمة الانزلاق الغضروفي كل الناس عندها انزلاق غضروفي حقيقي ومتعايشين معاه وماشيين بيه وعادي جدا. بص احنا مش هنقول كل الناس، بس هو الاحصائيات العالميه بتتكلم من 70-80% من الناس، نسبه كبيره بالظبط كده، وعايشين معاه ومتعايشين وخلاص. احنا دلوقتي اعتبرناه ان هو يعني ملازم للواحد، مفيش هو مشكلة. حقيقه بس مش مجرد ان احنا نلاقيه في الاشعه ان في كلمه انزلاق غضروفي معناها ان ده اصبح مشكله. لان انا ممكن في ظروف ثانيه بنعمل مثلا اشعه على البطن فبتجيب معانا العمود الفقري نلاقي فيه انزلاق غضروفي. هو العيان ما بيشتكيش، مش معنى وجود الكلام ده في الاشعه يبقى احنا ده اصبح مريض بالانزلاق الغضروفي ولازما الاحتياطات الكبيره اللي تتعمل بالنسبه له. طب اتكلمنا عن ايه التدخل؟ بالظبط ايه التدخلات المحدوده؟ عشان دي مصطلحات جديده بقى بدات تطلع كده والناس بقت مش فاهماها. بالظبط، هي التدخلات المحدوده دي بقت في كل الطب مش في المجال بتاعنا بس. انا هشرحها ببساطه، ان المنظار مثلا نشيل بيه المراره، ده تدخل محدود لعمليه المراره اللي كانت بتتفتح في زمان. بالظبط. قسطره القلب مثلا اللي بنعمل بيه عمليه في القلب، هو ده تدخل محدود للقلب بدل ما كنا بنعمل عمليه كبيره ونفتح صدر العيان ونبدا نشتغل في القلب بتاعه. هو نفس الكلام، بدل ما افتح ظهر العيان بمشرط وابدا اشتغل بعنايه جوه الجرح في العيان، لا دلوقتي بنشتغل بشكل غير مباشر، يعني اصور بجهاز الاشعه والكلام ده بيبقى في غرفه عمليات مخصصه لنفس الكلام زي غرفه عمليات بتاعه القلب بالظبط.
نبدا نصور نشوف بالاشعه، وبدل ما انا ابص في الجرح في المفتوح ببص في الشاشه ببص في الشاشه وابدا اشتغل. فبدا الكلام ده يظهر مصطلح زي وجود منظار، زي وجود قسطره في العمود الفقري، زي وجود مصطلح كلمه حق، زي وجود مصطلح جهاز زي تردد حراري، جهاز زي الليزر. كل دي ادوات او تولز بتستخدم على حسب احتياج المريض او على حسب الحاجه اللي محتاجها المريض، علشان ما اخليش المريض الجئه للجراحه. ولكن في نفس الوقت انا ما لغيناش الجراحه، يعني كل الموضوع ان ما بقيناش خلينا كل المرضى يعملوا جراحات حتى لو مش مستاهلين. بقى تكنيك جديد ممكن استخدمه زي اداه زي ما حضرتك قلت. بالظبط كده. فتقريبا بقى 70% من الناس ممكن ما يلجاوش للجراحه لو كانوا محتاجين. بالظبط. بس فده الفكره المبسطه يعني. لكن بعد كده ممكن هدخل معاكي بقى في التفاصيل. ما انا عايز اعرف بقى دلوقتي احنا ممكن نستخدمها مثلا، ناخد جزء جزء كده، نستخدم التقنيه دي في الركبه مثلا، علاج مشاكل الركبه. فعلا. يعني احنا دلوقتي عندنا في الركبه ممكن الناس اللي عندهم قطع في الغضروف من درجات معينه، الناس اللي عندهم خشونه، الناس اللي عندهم قطع او تمزق في اربطه الركبه من درجات معينه، الناس اللي عندهم التهابات في الركبه من درجات معينه، الكلام ده كله كان لازم يتحل جراحيا، ولازم المريض بعد ما يخرج من جراحه يتحط في جبس وربط ضغط وحاجات ويفضل قاعد في البيت فترات طويله، وبعد كده شهور بعد بالذات قطع غضروف الركبه بيقعد كتير. بالظبط. لا ده دلوقتي بقى في تقنيات جديده زي مثلا تقنيه التردد الحراري، وزي تقنيه الخلايا الجذعيه مش البلازما. البلازما كمان تقنيه ممكن تتعمل في العياده بقت موجوده. التقنيات دي بقت بتحل لنا مشاكل كتيره كانت موجوده في مفصل الركبه، اصبحنا ما بقيناش بنضطر للتدخل بشكل نسميه انفيزيف او شكل عنيف، ان احنا ندخل جوه المفصل ونبدا نشتغل بعينينا جواه. فالطريقه الاندايركت دي سهلت على المريض ان احنا طريقه الفتح، ودي في نفس الوقت خلت الريكفري اسرع. احنا معانا فيديو اعتقد هيشرح موضوع ده عشان مفصل الركبه، ده التدخلات اللي بيبقى فيه مشاكل في مفصل الركبه. تمام. هنا بالظبط، هنا بيبدا من الاول خالص، يعني بيوري المريض مثلا ده يبقى عنده ازاي خشونه من كتر استعمال ركبته، تبدا يحصل عمليه تاكل في الغضاريف، سواء بقى بسبب العمر او الاستخدام الخاطئ او الوزن الزايد، فيحصل الشكل ده كده. الشكل ده عباره عن الغضروف اللي هي الماده اللي بتسهل حركه الركبه من جوه، اللي هي الماده الجيلاتينيه اللي بتبقى بين العظم وبين بعضه. بالظبط كده. فبدل ما هي كانت موجوده، بدا يبقى في احتكاك ما بين العظم وبعضه، فبقى ده مصدر للالم عند المريض. المريض اللي بنلحقه في الاول بيجي لنا في درجات مبكره شويه، بنقدر نعمل له تقنيات زي البلازما في العياده، فما بنحتاجش عمليات خالص. طب الاكثر سنه، لا هنضطر ان احنا نعمل عمليه اسمها عمليه خلايا جذعيه. عمليه خلايا جذعيه كلها ما بتتمش، ما فيهاش مشرط. احنا بنقدر نستخلص الخلايا الجذعيه من تحت الركبه مباشره، ونبدا وناخدها ونحضرها في، بيبقى معانا زي معمل متنقل جوه غرفه العمليات، ونقدر بعد كده ندخلها على الاماكن اللي احنا شايفين فيها التاكل ده، بحيث ان هي تنمو، تعمل لنا طبقه خفيفه من الغضروف، يبدا المريض يستخدمها. بس اقول له برده ما تستخدمهاش بنفس الطريقه الخاطئه اللي انت كنت بتستخدمها بيها، علشان ما تعملهاش تاكل وتعمل لنا حاجه جديده. وبعد كده اقدر اهي بنفس الطريقه دي كده تتوزع على الركبه. وممكن بعد كده اعمل التقنيه الثالثه اللي هي التردد الحراري اللي كانت موجوده برده في الفيديو. ثلاث ابر بالمنظر ده، الثلاث ابر دول بيدخلوا على ثلاث اعصاب معينين، هم شايلين احساس بعض الالم من الركبه او جزء كبير من الم الركبه. لكن مش بلغيه خالص، بحيث ان المريض لو وقع او اتخبط او كده يقدر يحس بالالم الجديد اللي جه. يعني التردد الحراري بيشتغل على الالم، على الالم بس، لكن مش بيشتغل على تجديد الغضاريف. اللي بيشتغل على تجديد الغضاريف هو تقنيه الخلايا الجذعيه. يعني التردد الحراري يعتبر علاج للعرض، للعرض. بالظبط كده. بالظبط كده. فده اللي خلانا نلجا ليها. زي ما احنا كمان كنا بنتكلم زمان ان المريض بتاع الخشونه الشديده للركبه بنركب له مفصل صناعي. هذا المفصل الصناعي هنا مش وظيفته انه يرجع وظيفه الركبه تاني جامد وفرد جامد ويقدر يستربع ويقدر يقعد قعده الصلاه. لا طب لا، ده وظيفته فقط انه يشيل الالم. هل متخيل؟ يعني كل فلسفه المفصل الصناعي والعمليه الكبيره دي ان احنا نشيل الالم والعيان مش عشان يقدر يخليه
يشتغل بنفس الوظيفه السابقه. تمام. فدي حلت المشكله الكبيره اللي احنا كنا بنعاني منها كده. بس دي بدرجات معينه، يعني سواء الخلايا الجذعيه سواء البلازما سواء التردد، الحاجات دي كلها في درجات معينه من قطع الغضروف، يعني مش مثلا ممكن يبقى قطع كامل للغضروف للطبقات بتاعته كلها، هيضطر برضو يرجع للجراحه. لا، هنا القطع الكامل للغضروف وناخد كل الطبقات، لا ده لازم ندخل بمنظار. اما لو انا عندي قطع جزئي، هنا اقدر لو حطيت خلايا جذعيه تقدر تملى الجاب اللي ما بين القطعين وتقدر تخلي الغضروف يلم من بعضه زي جرح يقدر يلم مع بعض. لكن لو قطع كامل والدنيا مفصول عن بعضها، لا ده احنا لازم ندخل بمنظار ونوصل الحتتين مع بعض عن طريق خيط. طب الكتف بقى برضو احنا بنقدر نستخدم التدخلات المحدوده في علاج اي مشاكل في الكتف؟ ده الكتف كمان يمكن احلى من الركبه بالنسبه لنا، لان مفصل الكتف في ميزه انه ما عليهوش حمل تقيل زي مفصل الركبه. يعني المريض مش بيدوس عليه، ما بيشيلش وزن، ما فيش احمال بتبقى جامده عليه. بالظبط كده، فدي بتسهل علينا المهمه جامد جدا. ده زي الفيديو اللي اتعرض في الاول بتاع الحاجه نفيسه اللي حضرتك كنت بتحكي عنه في اول الفقره خالص. في اول الفقره لسه ما اتعرضتش على المشاهدين على فكره. لا احنا كنا بنتكلم فيها. الفكره كلها ان المريض بيجي مفصل الكتف بتيجي عنده مشكله في حياته، ان هو مثلا يقول لك انا مش عارف اسرح شعري، او هي مش عارفه تربط طرحتها، مش عارفه تحرك، لو عايزه تجيب صينيه مش عارفه تمد ايديها وتشيل. الم بيبقى في مفصل الكتف. بالظبط. هنا المفصل ده بيتعرض للاحتكاك وبيتعرض لمشاكل، مثلا زي في مرضى السكر بيحصل عندهم حاجه اسمها تيبس مفصل الكتف. بيحصل حاجه من كتر استخدام المفصل، ان بيحصل حاجه اسمها قطع في ووتر معين هنا في الكتف. دي اصابه شهيره جدا بتبقى موجوده في حوالي 70% من اصابات الكتف. هنا لو قدرنا نلحق المريض في الفتره قبل ما يقطع الوتر ده قطع كامل، بنقدر نتدخل معاه يا اما بالخلايا الجذعيه يا اما بالبلازما او بالاثنين. وممكن كمان في المراحل المتقدمه قوي بضطر اتدخل بالتردد الحراري. والتقنيه دي خلت عندنا مساحه كبيره جدا جدا حقيقي، يعني لان كان المريض عشان يلجا لمفصل صناعي كتف كان الدكتور يقول له المشكله ان المفصل مش هيتحرك معاك. ده الفيديو. هنا الفيديو ده بيلخص المشكله كلها، يعني حصلت له خشونه او حصل له قطع في مفصل الكتف في الوتر. او في الوتر اللي بيحرك الكتف من لفوق. هنا المريض هنبدا نقول له احنا بنعمل ايه. احنا هنبدا ناخد منه البلازما ونبدا نشكه بيها نحقنه. طيب. تاني. هنا انا عملت ايه؟ هنا جيت على مفصل معين، سوري، على عصب معين في الكتف، وبعدين اخدره ببنج موضعي. وبعدين هدخل بابره على هذا العصب بالمنظر ده. الابره دي هي ابره التردد الحراري. بعد شويه هبصل فيها الجهاز اهو زي ما انا وصلت، زي ما حصل في الصوره كده. هنا بقدر اثر على العصب ده، بقول له لو سمحت اتعطل شويه، لو سمحت ما تقعدش تنقل الالم بشكل مستمر وتخلي المريض متالم باستمرار. دي اول خطوه في العمليه. يعني مش دي كلها. طيب بعد كده بقدر اجيب من جسم البني ادم نفسه او المريض اللي معانا، اقدر اجيب منه خلايا جذعيه سواء من دهون البطن او سواء من العظم بتاعه، واقدر استخلص الخلايا الجذعيه من العينه اللي انا اخدتها من نخاع العظم دي، وابدا ازرعها جوه مفصل الكتف تحت جهاز الاشعه. اقدر اشوف الاتجاهات بتاعتي كلها، الوتر ده مقطوع من قدام ولا من الوسط ولا من ورا، وكمان ممكن الوتر ده ليه سمك، ممكن يكون مقطوع من فوق او من تحت او من الطبقات اللي في الوسط. فانا اقدر اشوف بالاشعه بالظبط المكان المقطوع فين، واقدر ادخل بابرتي انشن عليه. بيعمل ريجنريشن مره ثانيه، فيعمل بقى ريجنريشن. العيان بيحس بعدها بتحسن ملحوظ جدا. هي بتاخد معانا شويه وقت، بس الميزه ان ما بخرجش العيان زي العمليات الجراحيه، ان انا معلق دراعه وحطه في سلابه وما تحركوش بالشهر والاثنين والثلاثه. لا، هو اللي بيعمل العمليه دي
ممكن في خلال 48 ساعة ينزل شغله فعلا. يعني انا بشتغل مع بعض، بشتغل تردد الحراري يقلل الالم، وفي بالزبط. نفس الوقت بشتغل يعني بارلل بقى مع بعض بالتوازي كل التقنيات دي بالظبط كده. موضوع بقى ليه التردد الحراري بعمله وبقلل الالم، بقلل العرض، مش بشتغل على السبب بس ليه انا بعمل كده، دي انا هقعد مع حضرتك فيها ممكن يعني برنامجين ثلاثه. احنا الالم زمان كنا بنعتبره عرض، احنا دلوقتي لا، المنظمه العالميه للالم بدأت تدي تعريفات ان في فرق ما بين الالم الحاد، هو ده اللي عرض، حضرتك اتخبطتي اتلسعتي من النار ده عرض لازم تشيل ايدك على طول، لكن الالم المزمن المستمر بقى المستمر بشكل على طول ده اصبح مرض لوحده غير السبب اللي جابه. بمعنى ان ممكن مريض يروح يبقى عنده ألم في سنينه ويروح لدكتور الأسنان ويعالج سنته ويفضل بعدها أسابيع وشهور حاسس بنفس الألم. ده اللي وجد عيادات الألم. الناس كانت مش فاهمة يعني، بس بقى دلوقتي في عيادات الألم عشان أصبح أن التايتل ده الكرونيك بين أو الألم المزمن أصبح مرض لوحده. فهو هنا ده دورنا، ليه المريض بعد عمليات جراحية معينة يجي يقول أنا عندي ألم لسه حاسس بشكل مستمر، والدكتور يقول له كل حاجة كويسة كل حاجة كويسة، لأنه أصبح الألم بدل ما هو كان حاد ربنا عامله بقى مزمن بقى ملازم ليه. طب بالزبط. في الفقرات بقى العنقية الخشونة بقى، ودي برضو تبقى مشاكلها كبيرة، الحل إيه بقى في الموضوع، أو نستخدم إزاي برضو التدخلات المحدودة في موضوع خشونة الفقرات العنقية؟ خشونة الفقرات العنقية هي احنا بالنسبة لنا أنا بعتبرها الكيكة بتاعتنا في العمود الفقري. ليه؟ لأنها بتجيب معانا نتيجة جميلة جدا وسريعة، وفي نفس الوقت مخاطرها تقريبا نل، أو يعني مش شايفين لها مخاطر تذكر. يعني أنا بحب اللي بيجي بمشاكل في الفقرات العنقية عن اللي بيجي مشاكل في فقرات القلب. هنا ده مرض مشهور جدا دلوقتي بقى بيسموه تكستكاينك، يعني أو موبايلك أو الحاجة اللي أو اللي قاعد على المكتب على طول المنحني كده بالظبط. الجزئيه دي مجرد الانحناء البسيط ده بيخلي كل الحمل على اخر بوينت في الرقبه، فيجي يقول لي دايما النقطه الاخيره عندي في الرقبه مكان التقاء فقرات العنق مع فقرات الصدريه اللي تحتها. فدي بيبقى عليها اكتر تنشن، ويجي المريض طالع برقبته لقدام هو مش حاسس، هو مش عارف، انا بعرفه من اول ما يقعد قصادي عنده عشان بيبقى منحني على طول كده اخذ الوضع ده كده. دي ممكن مع لو لحقناه في الاول انا بقول له روح الجيم او ناخد كام جلسه علاج طبيعي بعد كده روح الجيم. مجرد الاول كان يلبس رقبه عشان يفضل مثبت رقبته، هي نفس الفكره، كان بيلبسوا رقبه ليه عشان يرجعوا ورا غصب عنه. هنا لا، احنا خلاص التردد الحراري هي دي العمليه. يعني احنا كده في غرفه عمليات، والشاشه الصغيره اللي على اليمين دي فوق هي عباره عن الشاشه اللي احنا بنشتغل عليها واحنا جوه غرفه عمليات فعلا، ونبدا نحط ابرتنا، ده الجزء الشمال ده المريض وانا شغال، والجزء اليمين ده الشاشه بتوضح لنا انا ببقى شايف ايه وانا شغال عليه. المريض بيبقى هنا في الوضع ده بيبقى واخد بنج موضعي طول الوقت، انا واقف بتكلم معاه وبتسهر معاه، وبعدين لما نيجي في لحظه معينه ساعه ما بنشغل الشيء المؤلم في في الجهاز او في الوقت اللي معانا بنقول للمهندس شغله، قبلها بنحط كمان بنج موضعي. كله بيبقى بنج موضعي، يعني حتى الركبه والكتف كله بيبقى بنج موضعي تقريبا بنسبه 95% بيبقى بنج موضعي. ساعات بيبقى في ناس خايفه شويه فنديها لها مهدئ بس، وبيحصل ريكفر، يعني ريكفر بسرعه، بيبقى بيتعافى المريض وبيبدا ينزل، غير العمليات بتاعه الغضروف اللي متعرف عليها زمان بشهور. بالظبط كده بالظبط كده، برافو عليكي. انا جميل جدا انك انت لما تبقى قاعد بتحاور الدكتوره عن بتحاور حد الفكره فعلا في البانيك ستيت اللي هو بيبقى داخل وقلقان وخايف ده، فانا بنديله مهدئ عشان بس نثبته ونهديه وما يبقاش خايف مننا ويبقى متفاعل معانا. وفيها ميزه تانية ان هو بيطلع بيقول انا مش فاكر حاجه حصلت. طب كويس. احنا المشكله بس دلوقتي عمال يخلص معايا، بس انا عايزه هاخد حضرتك لنقطه تانية بقى ان شاء الله. سيبيه يخلص براحته، بس انا الفكره انا الفكره كلها ان عايز انا بفتح معاكي المواضيع وبعد كده اخليك حضرتك تمسك كل تايتل من دول نديله حقه مع المشاهدين. تمام. بس احنا عايزين ناخد بعد كده بوينت بوينت، نقطه نقطه نتكلم فيها مع المشاهدين، خصوصا ان احنا بقى انا خدت منك نقطه كده هطلع منها للرياضه والناس اللي في الرياضه ويقدروا ازاي يستغلوا ده علشان علاج الام كتير في الناس اللي بتلعب رياضه. دكتور اشرف، دي حياه اي ايوه بالظبط. دكتور اشرف خليل نورتني، والموضوع مش عايز فقره، ده عايز فقرات كتيره، وان شاء الله توعدنا بلقاء جاي ان شاء الله. استنونا بعد الفاصل وفقره جديده ان شاء الله وهبك لك.